صباحكم أندلسي، موجودين في مدريد، واليوم ستنطلق رحلتنا الأندلسية إن شاء الله. سننطلق إلى زيارة مدينة الملوك طليطلة، ونختم في الدرة قرطبة إن شاء الله. ها جاهزين يا شباب؟ جاهزين. معانا سائح إسباني، حنوري إن شاء الله حضارة الأجداد. طليطلة الجدود الأعظمين، أتيتك صادحا حبا دفينا، فأنت لدرة الأمصار غرب، وأنت منارة للأكرمين. مرحبا بكم في مدينة الأجداد طليطلة. هذه المدينة أحسن مدينة في الأندلس، وكان يحرص الملوك على امتلاكها والسكن بها، والسبب واضح. مدينة حصينة على جبل يحيط فيها هذا النهر الجميل، نهر التاجة، فتحها البطل طارق بن زياد، واستمرت 4 قرون منارة للإيمان والعلم والمجد. والسؤال، كيف سقطت؟ كيف فقدنا مثل هذه المدينة الحصينة؟ أجمل ما في هذه المدينة أنها باقية على حالها منذ أن غادرناها، شوارعها، أزقتها المرصوفة، دورها الموجودة أمامنا، وكأننا نشاهد ما كان يشاهده الأجداد. إيش رأيكم ندخل ونجوب هذه الأزقة سوا؟ الآن من داخل مدينة طليطلة العربية على هذه الإطلالة الفاتنة، هذه هي حقول الأجداد اللي كانوا يباكرونها في الصباح. في الصباح يخرجون إلى حقولهم، وفي المساء يعودون إلى مدينتهم. وهنا سور طليطلة اللي في الداخل مدينة طليطلة. في مثل هذا اليوم وفي مثل هذا التوقيت بالتحديد، كانوا المصلين يخرجون مع هذه البوابة من صلاة الجمعة في جامع طليطلة المجيد، واليوم كاتدرائية، ولا حول ولا قوة إلا بالله. طبيعتها جميلة، تضاريسها عجيبة هذه المدينة، وعلى هذه الإطلالة الجميلة يوجد قصر طليطلة، مقر حكامها عبر التاريخ، بني ذا النون ومن قبلهم ومن بعدهم. هذه أهم ساحة في مدينة طليطلة، سوق ذبير، مأخوذة من الكلمة العربية سوق الدواب، وإلى اليوم تحمل نفس هذا الاسم. لماذا سميت بسوق الدواب؟ في السابق كان من يأتي طليطلة يربط دابة في هذا المكان، وأهل طليطلة إذا احتاجوا لدابة تصلهم يستأجرونها أيضا من هذا المكان. والمفارقة أنه رغم مرور الزمن لا زالت تستخدم لنفس الغرض، نقطة مواصلات، وهذه الباصات تنطلق منها. أهل الأندلس كانوا يتورعون عن ركوب الحمير ويركبون البغال، عكس بقية البلدان الإسلامية في عصرهم. هذه البناية الجميلة، مسجد باب المردم، باقي على حاله منذ أن غادرناه. يا الله كم هو مؤلم معرفتك لقصة المكان. طبعا جميع المساجد هنا حولت إلى كنائس، بعضها طمس طمس كامل، وهذا من المساجد القليلة في الأندلس اللي باقي على حاله، مكتوب فوق بسم الله الرحمن الرحيم، وبعض الآيات ناقصة ساقطة. ندخل المسجد. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم افتح لي أبواب رحمتك. أين المصلين؟ أين الذاكرين؟ هنا المحراب حيث المساجد قد صارت كنائس، ما فيهن إلا نواقيس وصلبان، حتى المحاريب تبكي وهي جامدة، حتى المنابر ترثي وهي عيدان. شعور ممزوج بالحسرة والألم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وهذه حديقة المسجد، هناك شاعر أندلسي لخص مأساة طليطلة في قصيدة طويلة، يقول في بعض أبياتها: لثكلك كيف تبتسم الثغور، سرور وقد سبي الثغور، لقد قسم الظهور حين قالوا طليطلة تملكها الكفور، وكانت دار إيمان وعلم
معالمها التي طمست تنير، فعادت دار كفر مصطفاة قد اضطربت بأهليها الأمور. مساجدها كنائس أي قلب على هذا يقر ولا يطير. فيا أسفاه يا أسفاه حزنا يكرر ما تكررت الدهور. ويستمر الشاعر في قصيدته حتى أنه وصف لنا سبب السقوط ويقول: أنا أمن أن يحل بنا انتقام، وفينا الفسق أجمع والفجور. يزول الستر عن قوم إذا ما على العصيان أرخيت الستور. هذه نافورة المسجد، ويبدو أنها كانت تستخدم في الوضوء أيضا. أين هذا الجمال؟ وهذه أحد مساجد طليطلة، تظهر منارة المسجد عليها أجراس الكنائس تجلجل. نودع طليطلة من أحد أبرز معالمها، باب شقرة. هذا الباب باقي على حاله منذ أن غادرناه، ذهب الأجداد وعاد الأحفاد. في الطريق إلى عاصمة الأجداد قرطبة، وأمطرت السماء، اجتمع في هذا الوقت ثلاثة أوقات: آخر ساعة في يوم الجمعة، ووقت نزول المطر، وفي سفر، وكلها أوقات يرجى فيها استجابة الدعاء. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا.